نفسه على طغيانها وسعى وراء شهواتها ولم ينظر في عواقب أمورها نال غضب الجبار. ويا ويح من ينال غضب الجبار، الويل والثبور لمن ينال غضب الجبار. وعاش تعيسا في دار الدنيا وذاق الحسرة والندامة في دار القرار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اعطفوا على الفقراء والمساكين، ووسعوا عليهم وعلى أبنائكم وأهليكم أجمعين، ولكن من غير تبذير ولا إسراف ولا تقتير ولا إسفاف، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، من أتى بسيئة فله مثلها فقط، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والفائز من التزم بطاعة الله عز وجل، والخاسر أقول والخاسر من التزم بمعصيته. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، من بعد قوة أنكاثا. احذروا يا عباد الله من قتل النفس التي حرم الله، والتعدي على الأنام. احذروا الزنا، احذروا الربا، احذروا أكل أموال الأيتام، وأن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام. احذروا من الخمر وهي أم الخبائث والآثام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. احذروا قطيعة الأرحام، احذروا نقض العهود وشهادة الزور، احذروا الجور في الأحكام، احذروا من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، احذروا الأخلاق الذميمة من الكبرياء والسخرياء وسوء الظن بالأبرياء وإبطال صدقات بالمن والأذى. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله آناء الليل والنهار، وخذوا أنفسكم بغض الأبصار والغضب لله والانتصار. وعليكم بصنائع المعروف وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ورحمة المألوم وإنذار المعسر المدين والنصح لجماعة المسلمين أجمعين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو